أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المواقف الدولية الداعمة لإيقاف حرب اليمن بعد 4 سنوات من تدخل التحالف وتعثر المسار السياسي. قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن اليمن بحاجة إلى تسوية سلمية أكثر من أي وقت مضى. أضاف هانت إنه لأول مرة منذ العام 2016 يوجد طريق للسلام في اليمن بعد توقيع اتفاق السويد بين الحكومة والحوثيين، والذي لا يزال ساريا رغم عدم تنفيذه بشكل كامل. فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الآمال بتراجع حدة العنف تبخرت مع تجدد القتال في اليمن، وأضافت أن تجدد الأعمال العدائية أجبر السكان على النزوح مرة أخرى، وانتقل بالأوضاع في البلاد من سيء إلى أسوأ. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: بعد 4 سنوات من تدخل التحالف في اليمن، هل هناك أمال بإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين؟ وماذا قدمت أو يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية للمساهمة والضغط لإيقاف النزاع؟ نشاهد التقرير التالي ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. هل تغيرت المواقف الدولية من عاصفة الحزم؟ يطرح هذا السؤال نفسه بقوة في الذكرى الرابعة لتدخل الخليجي في اليمن، وهو التدخل الذي انطلق في نهاية مارس 2019 بهدف السعادة الشرعية، إلا أن وقائع السنوات الماضية حملت معها نتائج فرضت تعديلات في مواقف الدول الكبرى، خصوصا بعد اتهام السعودية والإمارات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. يأتي الموقف البريطاني في هذا السياق كشاهد على تعدل الموقف الدولي تجاه التدخل الخليجي من مؤيد مساند وداعم إلى مؤيد بتحفظ مشروط بتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، حيث أكد كل من وزيري الخارجية والتنمية البريطانيين في بيان مشترك على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن، كون الأزمة الإنسانية فيها هي الأكبر من نوعها في العالم. وكان من اللافت أن البيان البريطاني الذي صدر بمناسبة ذكرى انطلاق عاصفة الحزم تجاهله التام للعمليات العسكرية الحالية للتحالف، وتجديد تأكيد لندن على دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي، وهو الحل الذي بدت بريطانيا منذ فترة قريبة مهتمة بتعزيز دعمه من خلال مبعوث الأمم المتحدة أو الجولات المكثفة التي يقودها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، والذي يعد أول وزير خارجية غربي يزور اليمن منذ اندلاع الحرب. الموقف البريطاني من التدخل الخليجي لم يعد متحمساً للحل العسكري، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي أكدت أن أولويات المملكة المتحدة الضغط لاستكمال تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وهي الاتفاقية التي عززت وفق مراقبين من موقف ميليشيا الحوثي على الأرض بالتزامن مع تكثيف دولي منتقد لمخالفة طائرات التحالف لما يعرف بقواعد الاشتباك. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من صنعاء ميريلا حديب الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. أهلا بك سيدة حديب. إذن دعينا نبدأ بحصيلة 4 سنوات من تدخل التحالف في اليمن. ما هي الإحصائيات التي سجلها الصليب الأحمر في سياق الحديث عن خسائر الحرب إلى الآن والمأساة الإنسانية بشكل عام لليمنيين؟ سيد حديب، سيد حديب، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع سيد حديب. على كل حال سنحاول حل هذه الإشكالية. إلى حين ذلك أرحب بمن ينضم إلينا من نيويورك، الناشط السياسي السيد لبيب ناشر. أهلا بك سيد ناشر. تحركات دولية عديدة بخصوص الحل السياسي في اليمن، خاصة بالتزامن أو بالأصح بالتزامن مع الذكرى الرابعة للتدخل، تدخل التحالف في اليمن، كيف تنظر إلى ذلك؟ أولا أرحب بك وأرحب بجميع المشاهدين. طبعا واضح جدا بأنه العالم كله الآن مع مرور الأيام يضيق الخناق على التحالف، كل يوم
دولة من دول العالم الأول الداعمة لدول التحالف في حربها على الحوثيين في اليمن، تضيق الخناق أكثر فأكثر. أمس فرنسا آخر الدول التي طالبت المعارضة السياسية فيها بإجراء تحقيقات حول بيع الأسلحة أو الحكومة الفرنسية لأسلحة لدولة السعودية والإمارات، على الرغم من أن وزير الخارجية الفرنسي سابقا أنكر هذا الأمر. قبلها حزب العمال البريطاني في البرلمان في اجتماعه الذي كان أمس صباحا طالب وزارة الخارجية البريطانية بعمل تحقيقات حول وفاة أو إصابة بعض الجنود البريطانيين الذي يقاتلون مع القوات السعودية حسب زعمهم، وأيضا حول بيع أسلحة تحكم عن بعد بأجهزة وأجهزة طيران وأجهزة التحكم عن بعد. هذا يعني أن بعد الولايات المتحدة وقرارات الكونغرس الأمريكي بمنع بيع الأسلحة ودعم دول التحالف تتحرك بريطانيا ثم تتحرك فرنسا، ويأتي هذه الثلاث الدول هي أكثر الدول الداعمة لدول التحالف في حربها على الانقلاب الحوثي. هذه الدول إذا أوقفت دعمها للسعودية ودول التحالف سيكون الوضع صعب جدا. لا تستطيع القوات العسكرية، لا أقولها بصراحة، لا تستطيع القوات العسكرية التحرك على المستوى البري والجوي إلا بدعم لوجستي من هذه الدول بشكل خاص. يعني الحديث عن التحركات السياسية، كان هناك بيانات من بيانات بريطانية كالعادة، يعني مؤخرا التحرك البريطاني الرسمي الحكومي كبير وجاد، هناك بيان مشترك اليوم صدر ما بين وزير الخارجية وكذلك وزير التنمية الدولية في بريطانيا، يعني يتحدثون عن أهمية استئناف الحل السياسي وما شابه. لماذا إذن لا يكون هناك تحرك جدي لإقناع الحوثي بتسليم الميناء وإيقاف التصعيد العسكري برأيك؟ الحوثي كان موقفه واضح مؤخرا، أكد أنه لن يذهب إلى أي مفاوضات. الحوثي كان موقفه واضح، وحاليا في اللحظة التي أنا وأنت نتحدث فيها يقوم جريفيث بمحاولة إقناع السعودية بالضغط على الحكومة الشرعية للقبول بالخيار الحوثي الذي صرح به أو الذي أرسله مكتب عبد الملك الحوثي إلى المبعوث الدائم أو عفوا مبعوث الأمم المتحدة جريفيث، بأن تقوم قوات الحوثي بإعادة الانتشار حول ميناء الحديدة. يعني موضوع خيار أن يخرج الحوثي من مدينة الحديدة ويعيد انتشار قواته خارج مدينة الحديدة، هذا الأمر أصبح طي النسيان. الآن الحوثي يقدم خيار وحيد، أننا سأبقى في مدينة الحديدة وسأعيد انتشار قواتي ولكن حول الميناء فقط. والآن المنظمة الدولية تحاول إقناع السعودية للضغط على الحكومة الشرعية للقبول بهذا الخيار. أرجو مرة أخرى أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناشر. أرحب بمن تنضم إلينا وأرجو أن يكون التواصل الآن من صنعاء، أفضل المتحدثة باسم أو ناطقة باسم اللجنة الدولية الصليب الأحمر في اليمن. أهلا بك سيدة ميريل الحديب. أهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا. إذا سيدة حديب، يعني في سياق الحديث عن الوضع في اليمن بعد 4 سنوات من تدخل التحالف، النقطة الأبرز تكون عادة ضحايا هذا النزاع في اليمن، هذه الحرب التي بدأت ربما منذ الانقلاب واستمرت إلى الآن. حدثينا عن واقع إحصائيات التي يعني يدونها يسجلها متابعة الصليب الأحمر بشكل عام للوضع في اليمن. نعم، يعني للأسف يعني يدخل النزاع عامه في اليمن تقريبا، ومن يدفع الثمن الأكبر للنزاع في هذا البلد هم اليمنيين، هم المدنيون اليمنيين، يعني اللي يفتقرون لكل شيء. أكثر من 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية من نوع أو من آخر، إن كان بالغذاء أو الصحة أو المياه النظيفة.
هذا لا نتكلم عن يعني حسب الإحصائيات الأخيرة، هي ليست إحصائيات اللجنة الدولية بس إحصائيات دولية من الأمم المتحدة وغيرها، عن إنه تقريبا النزاع يعني حفظ يعني عشرات آلاف أو 10,000 ضحية معظمهم من المدنيين. يعني هذا يدمي القلب بالنهاية. القانون الدولي الإنساني يلي يعني ينظم النزاعات في العالم يعني يقول بشكل واضح أنه يجب علينا أن نحمي المدنيين، بس بعد مرور يعني بعد مرور 4 أعوام على النزاع باليمن نحن رأينا أنه المدنيين اليمنيين هم من يدفعون أكبر جزء من يعني من فاتورة هذا النزاع. انهكتهم الحرب، كان في يعني بعد محادثات ستوكهولم كان فيهم يعني بعضا من الأمل الذي تبخر للأسف، لأنه نرى أنه في يعني صعود لحدة النزاع، وهذا الشيء عم بيولد نزوح مرة أخرى، أمراض مثل الكوليرا والدفتيريا ويعني ومجاعات في جميع أنحاء اليمن. نعم، طيب في هذا السياق يعني وبعد هذه السنوات الأربع من تدخل التحالف في اليمن، هل برأيك الآن أو يرى الصليب الأحمر، خصوصا مع الجهود التي كانت موجودة من قبل الصليب الأحمر لمحاولة على الأقل بناء الثقة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، هل هناك الآن ممكنات حقيقية عن طريقها يمكن أن يتوقف هذا النزاع في اليمن؟ يعني كما قلت أستاذ، النزاع في اليمن أنهك اليمنيين بكل ما للكلمة من معنى. اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ستوكهولم يعني كانت تشارك في كما قلت وتفضلت حضرتك يعني بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين عبر عملية تبادل المحتجزين في اليمن. نحن على أتم الاستعداد، ولكن ننتظر أن نتلقى اللوائح من أطراف النزاع. يعني الزخم الذي حصل بعد خلال وبعد ستوكهولم، يعني نريد حقا أن يستمر، ولكن الواقع على الأرض منذ أسابيع أنه في جبهات مشتعلة على الساحل الغربي، شمالا في حجة ووسطا في تعز. يعني الوضع محزن، لانه كنا قد بدانا في يعني في يعني في رؤيه الضوء يعني في اخر ال يعني في اخر النفق. هلا بالنسبه ل هل نرى هناك حلول، نحن كمنظمه لجنه دوليه للصليب الاحمر يعني لطالما قلنا انه الاحتياجات الانسانيه في اليمن كبيره جدا، والمساعدات الإنسانية أو المنظمات الإنسانية لوحدها لا تستطيع أن يعني تحل مكان السلطات اليمنية أو أن يعني تحل مشكلة الجوع أو الفقر أو يعني عدم الإمكانية اليمنيين من الذهاب أو الاستشفاء أو الحصول على مياه نظيفة. لذلك نحن ندعو إلى حل سياسي. نحن نتمنى إنه البشائر الجيدة التي حصلت في ستوكهولم يعني أن تستمر، وأنه الأصدقاء يستمرون في تطبيق هذه الخطوات اللي حددت كبناء الثقة بين الطرفين. الشعب اليمني يعاني وتعب، أنهك من الحرب، والأمور تزداد سوءا ويعني. طيب اسمحي لي في هذه النقطة، يعني في سياق الحديث عن المنظمات الدولية ودورها، أسأل السيد لبيب ناشر ضيفي من نيويورك. سيد ناشر، برأيك يعني كيف تقيم أنت، كيف تنظر إلى واقع عمل المنظمات الدولية في سياق إنقاذ المتضررين من الحرب، في سياق الضغط على أطراف الصراع بكل الوسائل الممكنة على الأقل تجنيب المدنيين الخسائر؟ تحاول المنظمات الدولية بشتى الوسائل أن تنفذ على الأقل أهدافها، أن تصل إلى أهدافها في إنقاذ أكبر عدد من المدنيين، ولكن للأسف الشديد وجود هذا الصراع، وجود سلطتين تتصارع في داخل المدن
يجعل من الصعب جدا امام اي منظمه دوليه ان تحقق اهدافها في اوساط المدنيين. يعني انا كنت على اطلاع حول مواضيع عن الصليب الاحمر في ومكتب الصليب الاحمر في اليمن. الضيفه الكريمه هي من منظمه الصليب الاحمر واعتقد انها تعرف هذا الكلام تماما. منظمه المكتب الصليب الاحمر في اليمن تحت السيطره الكامله للحوثه. تحت السيطره الكامله للحوثه، تذهب مساعداتهم الى الجهات التي تسمح فيها المنظومه الانقلابيه. ولا تذهب الى الجهات التي هم يريدوا ان يوصلوا اليها المساعدات. لا يمكن لمكتب الصليب الاحمر في داخل صنعاء ان يشتري اي شيء الا باذن منهم، لا يمكن ان يخرج اي شيء الا باذن منهم، بتوقيع منهم، هذا الكلام 100% اكيد. وكذلك المنظمات الاخرى. فالوضع في اليمن صعب، صعب ومعقد ويصعب الامور على المنظمات الانسانيه في تنفيذ اعمالها، في تنفيذ ما تصبو اليه لانقاذ الحد الممكن. غير ذلك انا لا احد من أطراف الصراع يستمع أو يستجيب لمطالب المنظمات الإنسانية عند نداء الإغاثة. لولا تدخل دول العالم الأول وأصحاب القرار ومجلس الأمن في الأمم المتحدة وإلا لما كانت المعارك مثلا في الحديدة توقفت، لما كان على الأقل لما كانت صواريخ الحوثة توقفت على رؤوس المدنيين في الحديدة. طبعا هناك أيضا قصور، لا ينكر أحد أن هناك قصور، ولا ينكر أحد أن جزء كبير من المساعدات الدولية للمنظمات هذه تذهب للصرف على أطقمها. هذا الانعكاس السلبي على المجتمع اليمني وعلى الضحايا المدنيين، أن تقريبا ما بين 30 إلى 40% من قيمة المساعدات الدولية لا تصل إلى الشعب اليمني، تصل كصرفيات على أطقم المنظمات الإنسانية، وما تبقى 60% أو 70% مما تبقى من المساعدات هذه تذهب إلى أيدي السلطات الإنقلابية التي تستفيد منها في معاركها وتمول جنودها، كانت مساعدة طبية، كانت مساعدة غذائية، ولا يبقى للشعب إلا في حدود 10% تسلم لتجار يبيعوها في الأسواق. يا أخي والله عمليا وفعليا لا يصل للشعب اليمني ولا حتى 5% من المساعدات الدولية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى سيد ناشر. أعود إليك سيدة حتيب، يعني في سياق أن كان هناك قبل اتفاق السويد أو قبل مشاورات ستوكهولم كان هناك زخم دولي كبير ضاغط من الأمم المتحدة، من المنظمات الدولية وأيضا منكم أنتم في الصليب الأحمر تجاه إيقاف الحرب. الآن هذا الزخم تضاءل بشكل كبير كما يبدو على الأقل من خلال يعني متابعة المشاهد لاستمرار العمليات العسكرية. ما المطلوب الآن لإعادة هذا الزخم إلى الوضع الصحيح لإيقاف الحرب في أسرع وقت ممكن؟ نعم سيدي، شكرا لسؤالك، بس اسمح لي أن يعني بس هيك أرد على بعض النقاط المهمة جدا التي يعني وردت في حديث ضيفك الكريم، عن أنه وردت كثير من الأمور اللي عن جد يعني هي تحكى في يعني على صعيد اليمن. هلا بالنسبه له انه نحن موجودين بصنعاء وفي سيطره من طرف ما علينا، نحن موجودين في جميع اليمن في 5 محافظات من عدن، تعز، صنعاء طبعا، حديده وصعده. فبحب اني نوه بهالموضوع، هيك كلام خطير على يعني العاملين الانسانيين، المنظمات الانسانيه، لانه هذه اتهامات شوي ترمى جزافا، مش مضبوطه. نحن موجودون في يعني حيث هناك حاجه، حيث هناك اناس لديهم حاجة، نحن موجودون كلجنة دولية للصليب الأحمر في عدن، في الجنوب، وفي الحديدة شمالا وجنوبا. هذه أولا. نقطة ثانية على أنه المنظمات الإنسانية معظم صرفها يعني يذهب على الأوبريشنال كوست أو أنه المصاريف التشغيلية ومعاشات الموظفين. لا. طبعا أكيد نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريبا 600 موظف، هم 600 موظف يعني 550 منهم يمني تقريبا، هم عائلات يمنية كمان متأثرة بالنزاع، فنحن كمان بهذا الصدد
يعني نحن نقدر جهودهم كثيرا. اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في النهايه تدخلها في مجال المياه في جميع انحاء اليمن خلى انه 5 ملايين يمني يقدروا يحصلوا على مياه نظيفه. بكل تاكيد هناك جهود يعني قد تلاحظ في هذا السياق في في, في الارض. انا بس كان بدي نوه بهالاشياء واقول انه هالاتهامات اللي تاتي جزافا عن جد بتضع العمل الانساني في خطر، مع انه انا بشكر الضيف الكريم على اثاره هكذا مواضيع لانه بتنحكى كثير. هلا عن تضاؤل الجذور على يعني الزخم بالنسبه لل يعني الحل السياسي في اليمن، انا برايي انه الجميع يجب ان يتطلع على الحاجات الانسانيه الكبيره في اليمن وعلى اليمنيين. الجميع لما يشاهدوا حجم الماساه يجب ان يفكروا ماليا ويذهب باتجاه حل سياسي، والا نحن مقبلون على مشكله انسانيه كبيره جدا والاوضاع اصلا كارثيه. أشكرك إذا سيدة ميريلا حديب ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كنت معنا على الهاتف من صنعاء. أرحب بمن ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. في سياق الأوضاع الراهنة والتصريحات الدورية، تحركات جيرمي هانت وزير الخارجية وبياناته، بيانات البريطانية فيما يتعلق بالذكرى الرابعة أو 4 سنوات من تدخل التحالف في اليمن، برأيك كيف تنظر إلى هذه التحركات التي يبدو كما يعني يصرح جيرمي هانت أنها تهدف لإعادة مسار السلام وإعادة عجلة الحديث عن الحل السياسي؟ واقع المجتمع الدولي وصل إلى هذه القناعة منذ وقت مبكر، قناعة أن الحل السياسي هو الحل الأمثل، سواء كان كانت هذه القناعة صحيحة أم غير صحيحة، لكن هذا هو السائد لدى الدوائر القرار في العواصم الدولية وفي الأمم المتحدة في نيويورك. الذي جعلهم يصلون إلى هذه القناعة عدة أسباب، في مقدمتها أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي أعطيت لهم 4 سنوات لإنجاز الحل العسكري، لكن ذلك الحل لم ينجز لعدة أسباب ليس هنا مجال ذكرها وربما يعرفها الجميع. لكن هل ما تؤمن به المجموعة الدولية الآن من أن الحل السلمي هو الحل الأقرب وهو الحل الممكن؟ الواقع أن مشكلة اليمنيين اليوم أنه في ظل استحالة الحلول العسكرية هناك أيضا استحالة ربما في الحلول السياسية، لأنه المجتمع الدولي ربما صار جزءا من هذه اللعبة وصار جزءا من هذه الإشكالية في اليمن، ولا يريد أن تدفع فاتورة إنسانية كبيرة، ولا يريد للحل العسكري أن يمضي قدما، ولكنه في الوقت ذاته لا يستطيع وليست لديه الأدوات الكافية لفرض الحل السياسي. وبالتالي ما يجري الآن هو وسطة طبيعية وجاهزة وسهلة لمزيد من الحروب ومزيد من النزاعات في المعسكرات المختلفة، لأنه لا المجتمع الدولي قادر على فرض الحل السياسي، ولا يريد هو أيضا أن ينجز الحل العسكري، أو ربما يقول بأن الحل العسكري قد استنفذ. وهنا هذه الدوامة التي يعيشها اليمنيون. يهم المجتمع الدولي الآن أن تكون الموانئ الرئيسية وبالتحديد ميناء الحديدة بعيدا عن الصراع، وهذا ما أنجزه بفعل اتفاق ستوكهولم. ولا يضر المجتمع الدولي أن يذهب اليمنيون ربما إلى حروب صغيرة متشعبة ومتشضية داخليا، ما دام أن الميناء الذي يمثل عصب الحياة الإنسانية والحياة التجارية لليمن موجود وغير معرض لأي خطر، أعني ميناء الحديدة الرئيس والموانئ الأخرى الموجودة في المدينة. لكن أنا أتصور أن هذا الوضع لن يستمر طويلا. اليوم هناك تذمر كبير بدأ يظهر في تصريحات هنا وهناك من تعنت الحوثي من عدم تطبيق اتفاق ستوكهولم. هناك تصريحات بريطانية في هذا الشأن،
وزير الخارجية الأمريكي أيضا ألقى باللائمة في فشل الاتفاق أو لنقل عرقلة الاتفاق على الحوثيين. هناك أيضا دبلوماسيون في دوائر تابعة للأمم المتحدة أيضا قالوا الشيء ذاته. هناك شبه إدراك بأن الحل السياسي ربما يواجه صعوبات كبيرة نتيجة لتعنت الحوثيين في موازاة الحل العسكري الذي يواجه أيضا صعوبات أخرى لعل في مقدمتها الكلفة الإنسانية الكبيرة لهذا الحل. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد جميع. في سياق أو في سؤال أخير لك سيد ناشر، يعني الآن جيرمي هانت يقول إنه من المرة الأولى منذ العام 2016 يوجد طريق للسلام في اليمن بعد توقيع اتفاق السويد بين الحكومة والحوثيين، والذي لا يزال ساريا رغم عدم تنفيذه بشكل كامل. برأيك ما هي النقاط التي يمكن على المجتمع الدولي أن يعززها في هذه الأيام أو في سياق المساعي التي يقوم بها مثلا المبعوث الأممي أو وزير الخارجية البريطاني أو غيرهم لأن يخرج اليمنيون أو لأن يذهب اليمنيون إلى حل سياسي؟ تصريحات وزير الخارجية البريطاني تنصب في نفس السياق لتصريحات وزراء الخارجية لبقية الدول الداعمة لدول التحالف. هم جميعهم يريدوا أن يحققوا مكاسب سياسية للعب بها كورقة في الانتخابات القادمة وأمام خصومهم السياسيين. يجب أن يدرك الجميع أن المجتمع الدولي لم يحل مشكلة حقيقية في أي دولة بعد تدخل الناتو، بعد قرار الأمم المتحدة وتدخل حلف الناتو في يوغوسلافيا السابقة أمام القوات الصربية في تسعينيات القرن الماضي. بعد ذلك التدخل عمليا لم تعمل المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بشكل حقيقي لإيقاف أي صراع. لن يحسم الموقف إلا حزم عسكري من قبل قوات التحالف وقوات الشرعية، التي أنا شخصيا أصبحت حاليا أشكك في قدرتها على هذا الأمر، ولكن هذا هو الحل الوحيد لفرض موضوع بقاء أو قدوم الحوثي إلى طاولة التفاوض. هذا الأمر الوحيد. أما تصريحات وزير الخارجية هي لم تحل شيء. تصريحات وزير خارجية بريطانيا أو أمريكا أو تصريحات جريفيث هي لن تحل الملف مطلقا. إن لم يكن هناك حراك على الميدان في الأرض فلن يتم الوصول إلى الحل السياسي إطلاقا، إلا في حالة واحدة، أن تتنازل الشرعية ودول التحالف عن كل مطالبها وتتنازل عن الثلاث المرجعيات ويتم التفاوض بناء على مرجعيات الحوثي وما يريده فقط. هل تتفق دكتور جميح؟ أنا أعتقد أن الحوثيين يعملون على سحب الأطراف المختلفة إلى مربعهم عسكريا وسياسيا. هم يحاولون منذ فترة طويلة أن يفرضوا شروط المعركة كما يفرضون شروط السلم، بمعنى أنهم يتخذون من التعنت سياسة ليست مجرد سذاجة مقاتل لا يعرف السياسة، وإنما التعنت سياسة مجدية بالنسبة لهم، لأنها ترغم الآخرين على النزول على مطالبهم وإحضار جميع الخصوم إلى المربع الذي يريدون الخصوم أن يحضروا إليه. هذا هو الحاصل على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. الحوثيون بعد أن رأوا أن هناك ليونة من المجتمع الدولي إزاء تنفيذ القرار 2216 بدأوا يدركون بأن التعنت هو السياسة الأنسب، ولذلك مروا بفترات كبيرة من التعنت إلى أن انتهى تعنتهم بالتعنت الأخير في تطبيق اتفاق ستوكهولم. وسمعنا هناك تسريبات تقول بأن الأمين أو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يخطط لاجتراح خطة جديدة في الحديدة في ظل وفي ضوء اتفاق ستوكهولم، ولكن ليست الخطة التي وضعها لورسكاد في انسحاب متزامن للقوات العسكرية في الحديدة. هذا إن تحقق طبعا سوف يكون بالنسبة للحوثيين مكسبا كبيرا نتج عن تعنتهم. لذلك المجتمع الدولي هو يدعم
الحوثيين في هذا التعنت عندما يلبي لهم بعض الرغبات، عندما لا يسمي المبعوث الأممي المعرقلين في إحاطته لمجلس الأمن الدولي. الحكومة الشرعية أيضا تدعم هذا التعنت عندما تنصاع للضغوط الدولية، والتحالف العربي أيضا يسير في هذا المنوال عندما لا يحسم الأمور العسكرية، ويعني تنتهي هذه المراوحة العسكرية والحروب الصغيرة التي لم تحسم بشكل كبير عندما لا تحرك الجبهات. يعني الأمور كلها ميدانيا وسياسيا تصب في صالح الحوثي، فلماذا إذن يقدم التنازلات؟ الحوثيون يرون أنهم يعاملون كطفل مدلل من قبل المجتمع الدولي، ولا يرون يعني قسوة كبيرة في الأعمال العسكرية تجبرهم على أن يحترموا الحل السياسي. وعندما رأوها ولو المرة واحدة في الحديدة عندما زحفت القوات إلى مشارف الميناء، ذهبوا منصاعين إلى اتفاق ستوكهولم، لكن علينا أن نعرف بأنهم إنما ذهبوا لا لأجل الاتفاق وإنما لأجل وقف الحرب، وبما أن الحرب قد وقفت فإن بقية الأشياء بالنسبة لهم تفاصيل لا تعنيهم. أشكرك الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، والشكر كذا موصول للناشط السياسي الأستاذ لبيب ناشر الذي كان معنا عبر الهاتف من نيويورك، كما هو لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.